ديانا، سؤال بالنسبة لجائزة الألبوم المتميز لنجم لبناني شاب، شو النتيجة؟ أنا ما بعرف الجواب بصراحة نيكولا، إنما رح أترك مقدم نشرات الأخبار عبر الام تي في روبير نخل والصحفية سابرينا كوبو يعلنوا هن اسم الرابح. ما عندي أي فكرة أبدا. مساء الخير. رغم انه الليله جرح اللبناني كبير وجرح العربي اكبر، نحن موجودين كلنا ناكد انه اراده الحياه بدها تنتصر، ونحن ناس ما بنستسلم لا للترهيب ولا للنار. الفنان اللي رح نقدمه الليله غنى لبنان رح يرجع والحق ما بيموت. فنان مجتهد قدر باصرار ومثابره انه يقدم اعمال فنيه وطنيه رغم عمره يلي فنيا صغير وبعده باول مشواره الفني، بصوت دافي وقوي، بصوت لبناني عالي ولحماسه الدايم ونجاحه المستمر. الالبوم المتميز لنجم لبناني شاب، شو بتعمل بالناس؟ جوزيف عطيه. شرف، تضحية، وفاء، تحية للجيش اللبناني. بدي أشكر كل القيمين على الميراكس دور على هالجائزة الحلوة. ألبوم شو بتعمل بالناس تعبنا عليه كلنا، شعراء وملحنين وموزعين ومصورين، إدارة أعمال ستار سيستم، أستاذ أمين أبياغي، ريكو، تانكيو لألكن، مرسي للكل، مرسي لالله، وإن شاء الله يا رب نضل هيك من نجاح لنجاح. تانكيو، شكراً. نسيتا يلا بالأيام كل ما فينا بيحكي علينا والناس وقت
شكر كتير كبير لجوزيف عطية وللرئيسين على هالتابلو الحلو. ورح نكون هلأ مع تكريم جديد لفنان لبناني على مسيرة حملها أجمل أنغامه. الإعلامية ندى صليبة والسيد نبيل الروس حاكم أندية اللاينز بيسلموا الجائزة لصاحب الأنغام اللي ما بتنتسى. خير ومبروك لكل المكرمين ومبروك لجوزي زياد كمان، حلو الربح. موسيقار بيحمل بكل نغمة موسيقى جديدة ونغمة بعد أحلى وأحلى. موهبة كبيرة رافقت نجوم كتار وعطيتهم أحلى الألحان. مساء الخير. مين منا ما بيذكر ألحانه اللي بتفوت على القلب وبتسكر عكتير غير الباب؟ جائزة فخرية عن مجمل مسيرته الفنية من لاح الأغنية اللبنانية والعربية. رحبوا معي بالفنان الكبير نور الملاح. مساء الخير. يا ريتني بعرف أعبر بالحكي مثل ما بعبر بجملي الموسيقية. أنا بشكركم، بشكر كل اللي حبوا ألحان نور الملاح من وقت ما ابتديت لليوم، لأنه أنتوا سبب نجاحي اللي تقبلتوا موسيقتي وألحاني بأصوات كتير كبيرة مهمة. بدي أول شيء أشكر الدكاترة دكتور زاهي ودكتور فادي الحلو اللي أصروا على تكريم السنة، وبدي أشكر الام تي في يلي حاضني كل الفنانين وأنا من بينيتهم. بدي أقول أول ما ابتديت بحياتي الفنية ابتديت كمطرب ومن ثم ملحن. اخترت التلحين لأنه كنت مؤمن أنه الإنسان ما بيبرع بمادتين بنفس الوقت، بيبرع بمادة واحدة كيف إذا حط كل تقله فيها. فأنا اخترت التلحين، وهل السنين اللي قدمتها بحياتي الشائقة قدمتها لوطني لبنان يلي ما بيتعوض له إلا كل شيء خير بوجود الجيش اللبناني، ويلي نحن اليوم أنا بكرمه بالملكس دور تبعي للجيش اللي حاضن كل لبناني من كل الطوائف على أرضه. بدي أقدم هالملكس دور لزوجتي منى وبنتي كريستال يلي بيقولوا فخر البط عوين، يلي أنا بشجعها على الفن إنها تاخدها بس هواية مش مهمة. وبدي أشكر كل اللي تعاملت معهم من شعراء وموزعين ومهندسين ومطربين، وبتمنى لكم سهرة حلوة وعبين كل سنة. مرسي استاذ نور، ألف مبروك. الفئة اللي رح نكشف عن نتيجتها هلأ اكثر منكم ناطرينها، تنافسوا عليها نجمات تابعناهم بمسلسلات لقيت نجاح كتير كبير بمختلف الدول العربية. وبين علامات اللجنة وأصواتكم وصلنا للنتيجة النهائية،
والنتيجة النهائية مع الإعلامية مها سلمى والإعلامي نيشان. طيبة للجميع. مساء الخير. بالوقت اللي عم نخطي خطواتنا على السجادة الحمراء الخاصة بالميوراكس دور، كان في سجادة أخرى، سجادة من الدماء افترشوها أبطال الجيش اللبناني بعاصمة الجنوب مدينة صيدا. وردة تبجيل وإكبار على ضريح أولئك الشهداء، شهداء كل لبنان. كتار عم ينتقدوا ليش الليلة ميوراكس دور مباشر، لأنه لبنان معود من زمان على ثقافتين، ثقافة الموت وثقافة الحياة، ثقافة الليلة، ثقافة الميوراكس دور، ثقافة الاستمرارية وعشق الحياة. نحن عشاق حياة، شاء من شاء وأبى من أبى. أما هي أو بتنجح مثلها أو بتنجح مثلها، ما في عندك خيار ثالث. فنانة بهالقدر عندك كم من الاستفزاز تفتح شهية كل تواق للنجاح. هي اللي قدرت من متولي بنت البلد إلى الأرستقراطية مع سبق الإصرار تجود. من أول موهبة، من أول ما فوصل لها دور، نيشنت وصابت، قدرت هي تكون نجمة هذه السنة كأفضل تمثيل بالدول العربية للدراما العربية. مها، أنا دايما بقول نيشان، دايما بقول أهم شيء بالمايسترو، مايسترو أهم شيء المخرج، مخرج محمد سامي، وكاتب السيناريو أيمن سلامة، وكوكبة من الكاستينج المهم كان جدا مع سبق الإصرار مثل الممثل القدير أحمد راتب وماجد المصري، روجينا كوكبة مع حركة كاميرا دقيقة جريئة، هالقد سرقتنا، هالقد خلتنا نحس بهالمسلسل الرائع مع سبق الإصرار، جديد بالدراما المصرية، مع تحية لمصر وتحية لهذا العمل الرائع مع سبق الإصرار. فاستحقت، استحقت عن جد بجدارة، بجدارة، لأنه بعفوية كبيرة، بعفوية نادرة، استحقت كسب قلب الجمهور. لما بيكسب الإنسان قلب الجمهور هو الملك. فإذاً أفضل ممثلة عربية لعام 2013 عن جدارة صدقوني، وبعفوية، وبعيداً عن جميع الأدوار، مع سبق الإصرار غادة عبد الرازق. غادة عبد الرازق، أنا سعيدة قوي بالجائزة ديت، وبشكر لجنة التحكيم وكل الناس اللي صوتت لي.
أثبتت لي حاجة واحدة بس، إن أنا تفكيري اتغير وإن أنا بقيت ماشية على المسار اللي صح اللي المفروض أمشي عليه. بشكر كل اللي وقفوا جنبي، المخرج، المؤلف، الممثلين، كل الناس اللي قالت لي إن أنا لازم أغير شكلي وإن أنا أستغل موهبتي صح بشكل مش هقول شكل محترم، بس هي شكل الممثل العربي المصري. فمش عارفة أقول إيه غير إن أنا سعيدة بيها جدا، وأتمنى يا رب السنة الجاية أبقى واقفة في نفس المكان. بقول لأجمل نجمة ليلى علوي، أجمل نجمة إلهام شاهين، بحبكم قوي 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 قوي. بحب لبنان جدا وبتمنى لها كل خير، لأن هي فعلا بلدنا التانية، وإحنا حاسين بالأزمة. الأزمة دي مش عندنا إحنا بس، هنا وسوريا ولبنان، وإحنا كلنا بلد واحدة. وأنا متأكدة إن شاء الله، عندي تفاؤل إن رمضان ده هيعدي علينا أحسن من رمضان السنة الجاية بإذن الله، وما حدش هيقدر يقف قصادنا أبدا. بحبكم قوي، ميرسي. ونحن كمان منحبك غادة، وأكيد أهلا وسهلا فيك وبكل ضيوفنا من مختلف الدول العربية. ميرسي كثير على وجودكم معنا بلبنان الليلة. من مصر تحديدا. صحيح. تقرير خاص عن لجنتي التحكيم يلي مهمتهم ما كانت سهلة أبدا لاختيار الفايزين. الاجتماعات كانت كثيرة، ومع تصويت الجمهور وعلاماتهم وصلنا للنتيجة النهائية. منشوفه بهالروبورتاج. مع إعلان الترشيحات لنيل الجائزة بيبدأ عمل لجنة التحكيم وبتنطلق الاجتماعات. السنة ومثل كل سنة لجنتين تولوا تقييم الأعمال الفنية اللي أنتجت وصدرت عام 2012. اللجنة الأولى اهتمت بالأعمال الدرامية وتشكلت من منى غندور، جواد الأسدي، جوليا قصار، مها سلمى، محمد حجازي، سميرة منير، طوني شمعون، ريندا لقديح، كريستين شويري، شرب الكامل، وروبير فرنجية. اللجنة الثانية تابعت الأعمال الموسيقية وتألفت من روميو لحود، سمر كموج، ريمان جيم، ريندا لقديح، جمال فياض، أحسان المنذر، ياس خليل، نيكولا صباغة، ونشان درهارو تيونيان. Thank you.
مع ميشيل فاضل دايما بنأكد انه بالموسيقى بتحلى الحياة وبالفنون تتلون ايامنا باللحظات السعيدة. بدعي السيدة عايدة شرباتي والجنرال ياس حنا لتسليم ميركس دور للمؤلف والموزع الموسيقي اللي سفرنا على أنغامه منذ لحظات قليلة، طبعا على أغنية بتونس بيك للفنانة الكبيرة الراحلة وردة. الشغف بالموسيقى رافق طفولته المليانة بالأنغام الحلوة، شارك كبار الفنانين بعزفه الساحر وتوزيعه الموسيقي المليان أحلام وحب وذوق. قبل ما نعلن النتيجة الليلة نحكى كتير عن الجيش، so don't panic. كل عسكري وكل رائد بأي رتبة هو مشروع شهيد لقضية عادلة. الجيش صادق مع نفسه، عم بيقوم بواجباته، بس مهم السياسيين يكونوا صادقين مع الجيش. تحية للجيش. ألحانه مزجت بين روح الشرق وجمالية الموسيقى الكلاسيكية وعطيت ميلودية جديدة ما شفنا منها بلبنان. جائزة تقديرية لأفضل عمل موسيقي، ألف مبروك ميشيل فاضل. بونسوار. أنا بس بدي أقول ثانك يو للجنة ميركس دور. أنا بفتكر قلت ميرسي بشو عملت هون، ما بعرف أحكي كتير منيح، بعرف أعزف موسيقى. بدي بس أقول ثانك يو لإم تي في، ثانك يو لباسم كريستو، ثانك يو لكل اللي ساعدوني بالكونسرات اللي عملتهم، ثانك يو لجويل. وهيدي الجائزة بقدمها لبيي فؤاد فاضل اللي أنا هون من ورا. ميرسي بوكو، ثانك يو. شكرا لك ميشيل فاضل. بريك علينا وبنرجع منتابع حفل الميركس دار لعام 2013. ميركس دار 2013 أكبر احتفالية لبنانية وعربية بالفنون والنجوم مستبرة عبر شاشة الام تي بي. الإعلامية ناديا بساط والمخرج نيكولا صباغة مدير الإقليمي لقنوات أوربت بخبرونا من نصيب مين جائزة البست انترناشنال عرب سينجر وجائزة البست انترناشنال سونغ. لقب العالمية الكل بيسعى له، بس مش هين انه نحصل عليه. اللقب العالمي او الاغنية العالمية او ستار العالمي هو اللي اذا لعبنا اغنيته بنيويورك او بيوروب او باي بلد عربي العالم تنطرب، تتعرف على الاغنية، تتفاعل معها وبترقص معها. بونسوار نيكولا. بونسوار ناديا. بونسوار كل الحضور. اعماله بتحمل حقيقة كتير من المحبة، كتير من الفرح، كتير من الجوا، كتير من التسامح ما بين، وبيعلمنا بأغاني التسامح ما بين الأديان، ما بين الطوائف. هيدي الشغلة ريت نتعلمها كلنا بلبنان. متواضع جدا، قريب على القلب، قدر يوصل للنجومية العالمية ببلد صعب مثل فرنسا. لوغسكون دي عايشة، لوغسكون دي ديدي، لوغسكون دي عبد القادر، لوغسكون دي سيلافي، اون دي شاب خالد. شاب خالد Best International Arab Singer Best International Song C'est la vie. Vraiment bonsoir. Assal khair alaykoum.
شنقول يعني نشكر كثير يعني أم أولادي، هي يعني مديرة أعمالي، هذه لبناتي والولد الوحيد اللي عندي اليوم هو داعي. هذه كذلك لبلدي الجزائر. شكرا. سي لا في. فوالا. This is life. خالد، on va danser. On va danser. On va chanter. On va danser. On va chanter. Voilà.